إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. لقد اصطفاك الله تعالى لنفسه وحباك علم تعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وسيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إسحاق وإبراهيم من قبل. أتم عليهما نعمته بأن جعل الإمامة والنبوة في ذراريهم، وغرور الشباب يضرم نار الحسد في قلوبهم. لا تروي ذلك حتى لأخواتك وأزواج أبيك، وإلا أذاعوا الخبر بين الناس. إن الشمس التي ستحني رأسها بين يديك في قابل الأيام ها هي راكعة أمامك، وكذلك سيسجد لك القمر، وأحد عشر كوكبا في يوم من الأيام. سيأتي يوم تكون فيه سيدا ووجيها بين الناس ووليا من أولياء الله، حينها فقط سوف يسجد أمامك أبواك وجميع أبناء أبيك. وحتى ذلك اليوم لا تقصص رؤياك على أحد، وخصوصا على إخوتك، مخافة أن يتولاهم الحسد فيكيدوا لك. مكيدة؟ مكيدة من جانب إخوتي؟ أبناء نبي الله يعقوب؟ لا تغفلن عن مكر الشيطان يا ولدي، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يرصد له ليوقعه ولو كان ابن نبي. لا شك عندي أن الشمس هي أبونا، والقمر أمنا، والأحد عشر كوكبا هم نحن. لقد أفرط أبونا في تدليل هذا الولد اليتيم والتافه حتى صار يرى نفسه في الرؤيا إلها ونحن عبيده الساجدين له. ليس أخوته فحسب، بل يرى أبويه ساجدين بين يديه. أنا لا أعرف حتى الآن لماذا يفضل أبونا يوسف علينا كلنا. هل ترانا لا نملك شيئا يملكه هو؟ أرى أن أبانا في ضلال مبين، هو يتحمل وزر كل هذه الأخطاء، لكنني لن أسكت أبدا، ولن أقبل بأن أصير عبدا لابن راحيل. ونحن أيضا لن نرضى، ولكن ما عسانا نفعل؟ لعلكم أجمل من أن تجروا على الجهر بها، لكنني أقول إن يوسف لابد أن يموت. من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم، ويستتبع ولا ريب أن نعذب في نار جهنم. حسبت حساب هذه أيضا، التوبة. سنسأل الله الصفح والمغفرة بعد أن تمضي بضعة أيام على قتل يوسف، والله تعالى غفور رحيم. وسيظل هذا العار يطاردنا عبر الأجيال بأن عمدت عصبة من أولاد الأنبياء. حسنا، هذا بديهي، فنحن نرمي إلى أن يحبنا أبونا لا غير. إذن يا إخوتي افعلوا شيئا لكي لا تقع عينا أبينا على يوسف، أبعدوه عن أبينا، وبعد فترة من الزمن سينسى أبونا يوسف الصغير ويقبل علينا نحن. هذا أمر غير ممكن، فأبونا لا يبعد يوسف عن ناظريه. إذن تعالوا لنفكر في المسألة، فلنتفق أولا على استبعاد خيار قتل أخينا يوسف، وبعد ذلك نبحث عن الطريقة المثلى لنفرق بين يوسف وأبيه. تحب أن تبقى في البيت طوال النهار وأن تلعب مع بنيامين ودينا؟ أجل، فأنا أسر كثيرا باللعب معهما،
حسنا، وأنا أيضا أحب أن ألعب معكم، ليس في البيت. اللعب والمرح في الصحراء أجمل بكثير. ألا تريدون الخروج إلى الصحراء اليوم؟ سننطلق عما قليل يا أبي، لقد جئناك لكي نستأذنك بأن نصطحب يوسف معنا اليوم. لما لا تسمح لنا بأن نخرج يوسف معنا إلى الصحراء؟ هكذا يلعب معنا ويتسلى ويساعدنا في بعض أعمالنا. يوسف يتيم اليوم، ومشيئة أمه بأن أحافظ عليه وأصونه بمثابة دين في رقبتي. ثم يتوجب على الآباء والأمهات بأن يحافظوا على الصغار من أولادهم. نشعر أن أبانا لا يؤمننا على يوسف. أنا آمنكم على يوسف، لكنني لا أثق بذئاب الصحراء. إني أخشى أن تغفلوا عنه ببعض أعمالكم أو ألعابكم، فيأكله الذئب من غير أن تفطنوا إلى ذلك. ما أتعسنا من 10 فتيان أشداء إذا سمحنا للذئب بأن يأكل أخانا يوسف. هل تقصد أننا بلغنا من الضعف حدا نعجز فيه عن أن نحرس أخانا من خطر الذئاب؟ أبي، هل تسمح لي بالخروج مع إخوتي للعب؟ ولدي، أنت ما زلت صغيرا، وعليك أن تلعب مع أقرانك من الأطفال. ولكن يا أبي، لم أعد صغيرا، أحب أن ألعب مع إخوتي الذين يكبرونني، فهل سمحت لي بالخروج معهم؟ ماذا ستقول له؟ يوسف نفسه يطوق للخروج معنا. هيا أبي، حبذا لو سمحت ليوسف بالخروج معنا إلى الصحراء. أرجوك يا والدي، أرجوك أن تسمح لي بالذهاب مع إخوتي هذه المرة. أبي، أرجوك أن توافق. لا بأس، أنا موافق. فليحيا الوالد. هيا بنا يوسف. هيا. ماذا تفعل يا هودة؟ ألمتني ركبتاي. أي صنف من اللعب هذا؟ نادي ما شئت، نادي ما شئت على أبيك. هيا أبي. ما لك تماطل يا يوسف؟ أبوك ليس في الجوار، أصرخ عاليا. هيا. حتى اليوم لم تذق غير طعم عطف الأب وحنانه، أليس كذلك؟ لقد صب أبونا إسرائيل كل حبه عليك دون سواك يا يوسف. وذنبي أي شيء تعاقبونني؟ كف على قدميك. هل حقا تريد أن تسودنا؟ ستحمل هذه الأمنية معك إلى القبر، لن نسمح لك بالبقاء حيا. أين هو أبونا الذي سلبتنا إياه؟ ناده، فعسى أن يهب لنجدتك. أسمعنا شيئا من حلاوة لسانك وحدثنا عن أحلامك. هيا، لما لا تستنجد بالكواكب التي سجدت لك في الرؤيا؟ ها؟ أبي.
اضطراب الكون وهيج الحيوانات يا يعقوب. لا أعلم، وقع شيء ما حتى حصل هذا. إليك عني يا لاوي، إليك عني حتى ألحقه بأمه الميتة رحيل. لا تمهلوا، لا أرجوكم، لاوي لا، لا أرجوكم ساعدوني، لا أرجوكم. أنا لا ناصر لي، أغثني يا الله، اللهم أعني وأغثني. لاوي شمون أبي ساعدوني، أنا خائف. لاوي ساعدني، أنا خائف. اجلبوا بعض الحبال. يوسف، يوسف أبي، يوسف، يوسف، يوسف. جميعا إذا حل بأبينا مكروه ما. أبي، 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 حلمت بخير أبي. هل كان ولدي يوسف يرتدي هذا القميص عندما هاجمته تلك الثياب؟ بلى. يا له من ذئب حنون، ذاك الذي فتك بولدي، لقد مزق جسده من غير أن يمزق قميصه. لست أعرف حقيقة ما جرى ولا الذي صنعتموه بولدي، لكنني على يقين من عند ربي أنكم أطعتم أنفسكم الأمارة. لقد سولت لكم أنفسكم ارتكاب هذا الفعل وزينته في أعينكم،
ولا ريب عندي أن الشيطان كان ظاهرا لكم في ذلك. أعلم أنك لا تصدق شيئا مما نقول، لكننا نقسم بالله الأحد وبجميع المقدسين أننا لم نحدثك بغير الحقيقة. الحقيقة. صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وهو نعم المعين في هذه المحنة. لن أغفر لكم من اليوم وحتى يكشف النقاب عما نزل بولدي. ساعدوني، هذا التلو صار ثقيلا. هيا اسحبوا. سيدي مالك، من أنت؟ ملاك أم إنسان؟ ماذا كنت تفعل داخل البئر؟ لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل في البئر؟ هل كنت تبحث عن أحد؟ لما أنت ساكت؟ لا تفهم كلامنا أم أنك صامت من شدة الخوف؟ ما اسمك؟ يوسف. يا للغرابة، لك لسان يتكلم. أخبرني الآن، من أي البلاد أنت؟ ومن أي القبائل؟ ومن هو والدك؟ لا، لن أقول. لا أريد أن أرجع إليهم أبدا، فهم قد عزموا على قتلي. تقصد أن أهلك عزموا على إراقة دمك؟ لقد ألقوا بي في هذه البئر. ماذا ستفعل؟ يجب أن تعود إلى أهلك. اسمح لي أن أغادر هذا المكان إلى حيث لا يمكنهم العثور علي. ماذا نفعل مع هذا الولد؟ ماذا تصنع هذه الهرارة هنا؟
الهرة هي إلهة أهالي هذه المدينة. وليس العظيم لا يسترجع العطايا. أعد إلي ولدي، أعد إلي ولدي يوسف. أنا أدفع فيه 1000 دبن. 1020 دبنا. سأدفع 1200 دبن. 1300 دبن. 1300 دبن. أدفع 1500 دبن. 1500 دبن. أين الشاري الذي يدفع أكثر؟ 3000. 3000 دبن. الحاكم بوتيفار عزيز مصر وقائد جيوش هذه البلاد عرض 3000 دبن. المحترم بوتيفار عرض علي 3000 دبن. استدعوا إلي زليخة. اشتقت إلي وقد وصلت الآن؟ أود أن أعرف العلة التي استدعيتني لأجله. هل تقبلين مني هذه الهدية؟ لابد لي من أن أثني على ذوق الموقر وحسن اختياره، إنه لا نظير له. ما هو اسمك؟ يوسف. 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 لا، أنا لا أطيق سماع الأسماء المتداولة بين القبائل الرحل ساكني الصحراء. إذا أذن لي مولاي سأقترح اسما مصريا على يوسف هذا. حسنا، إن أشبه الأسماء باسم يوسف يوزارسيف. يوزارسيف؟ لا بأس به. أريد منكم أن تكرموا يوزارسيف وأن تحترموه وتوقروه، فعسى أن ينفعنا ذات يوم، أو لربما استحسنته زليخة وقررت لاحقا أن تتخذه ولدا ليصير فردا من العائلة. يوزارسيف، هل يسعني أن أذهب راجلا وألا أركب؟ هل تكره العرش السيار أم ماذا؟
بل لا أحب أن أحمل على أكتاف الآخرين. إنه لكم، تفضلوا. تناول الطعام. لم يخطر على بال أحد أن طفلاً مثله سيكون فطناً إلى هذا الحد. سأجدد شكري للحاكم على هذه الهدية النفيسة التي حباني بها. أقر وأعترف بأنك أقوى مني. يوزار سيف سيظل ينظر إلى رود أمون على أنه معلمه. فليحيا المباشر الأكبر لقصر بوتيفار المحترم يوزار سيف. من الذي قال لكم إني مباشر القصر؟ جميع من في القصر بات يعرف ذلك. مولاتي زليخة، إلى ماذا تنظرين؟ أنا؟ أبداً لم أكن أنظر إلى أي شيء. يوزار سيف المباشر الجديد في القصر، صار لا شيء؟ أظن أن مضيفتنا زليخة على علاقة بغلامها العبراني. يقول الناس إن فتى عبرانيا حسن الوجه يقيم معها. نحن أيضا سمعنا أشياء عنها، لكن تصديق ما سمعناه عسير علينا. لا بأس، لا بأس عليكم، الحقنا بي إذن. أنت محقة. أيسعني أن أطرح سؤالاً على مولاتي زليخة؟ اسألي شرط ألا يكون السؤال عن الصراع القديم بين المعبد والبلاط. كلا، وإنما السؤال عن غلامك الكنعاني. وما الذي تريدين معرفته عنه؟ لا شيء، أردت أن أعرف أين هو فقط، وما الذي يفعله الآن؟ نظرت في أرجاء المكان ولم أجد. أرأيتن؟ قلت لكن لولا أنني محقة لما استاءت إلى هذا الحد. اللهم إني أعيذ نفسي وبدني بك. اللهم لا تكلني إلى شرار خلقك، وادرأ عني كيد الفاسدين، وأعذني في حصنك. اللهم إذا كنت وفقت لفعل أو قول فذلك لأنك حببت قلوب هؤلاء الناس إلي. يا آمون الكبير، سوف أسخى عليك بالنذرات والهدايا الكثيرة إذا ما أعنتني لكي أظفر بيوزار سيف. لا إله لي سواك أنت، ساعدني. Thank you.
زارسيف يجب أن يحضر عندي، فإذا دخل علي أغلقي الأبواب السبعة كلها وأخرجي تاما وتياميني وكل العبيد والجوار من هنا. السيدة زليخة تطلب حضورك عندها. أوامر السيدة زليخة. فلتحيا السيدة زليخة. أنت الأمر كما تقولين، وتعلم أنه يتوجب على العبيد أن يذعنوا دوما لأوامر أسيادهم. وهل سبق لي أن عصيت لك أمرا ما؟ عليك أن تطيعني اليوم أيضا. مريني وأنا طوع أمرك. لقد هيأت نفسي لأجلك يزارسيف. أستعيذ بالله ربي. ما الذي تريدينه مني يا امرأة؟ الخيانة؟ لقد قلت لك إنني سوف أكون طوع أمرك، لكن لا طاعة لك أبداً في معرض الخيانة. ترى ما الذي تريدينه مني؟ أريد أن تمكنني من نفسك. لقد أحسن زوجك مثواي طوال سنوات ورفعني مقاماً عليا. لقد أسلفت بنفسي من ذرى العز إلى قعر الذل لكي أظفر بك، ولن أكف حتى أنال مرادي. أنا في السماوات مكتوب من النبيين، ومعاذ الله أن أكتب في الأرض من العاصين الزنات. لن يطلع أحد من الناس على هذا السر سوانا أنا وأنت. وأن لنا أن نخفي ذلك عن الله الحاضر الناظر إلينا. أنت تخشى غضب إله الآلهة؟ أنا أيضا أستحي منه، لكن هذا شيء يسير. لا أحتمل نظراتك القاسية، أعف عني يا أمنا الكبير. لم يعد يرى الذنب الذي سنقترفه. إنما أنا أخشى ربي وإلهي السميع البصير. الخشية من ذلك التمثال المعدني هي علامة السفاهة والبلاهة. أنت تنعتني بالسفاهة والبلاهة؟ أستطيع أن أسحق بقدمي مئات من أمثالك. أنت غير جدير حتى بأن تنظف حوافر خيلي، وتقول إن التزام أوامر آمون الكبير سفاهة؟ أنا أوجه الأوامر وأنت ملزم بإطاعتي، وإلا فسأشير بإصبعي لتدفن في موضعك. سوف أطيعك وألتزم كل أوامرك شرط ألا تكون فيها معصية لله الأحد لا غير. لا بد من تأديبك لتثوبي إلى رشدك. يا نبي الله، هذا وحي منزل من عند الله الأحد. لا مفر أمامك، أنت ملزم بأن تطيع أوامري. Thank you.
يخيل إلي أن أشياء تجري هنا وأود أن أعرف تفسيرها. أنا أسمع. ويل لنا، هذا ما جنيناه من إحساننا إليه. هل ترى كيف يراود زوجتك عن نفسها؟ ما هو جزاء من أراد بأهلك سوءا وراود زوجتك عن نفسها إلا السجن أو العذاب الأليم؟ زليخة هي التي دعتني إليها وراودتني عن نفسي. أنا رأيته يدخل على السيدة في مخدعها ويراودها عن نفسها. يا عالي المقام، أعلم أنك سترد علي كل دليل أتيك به على براءتي. أنت سوف تنحاز رغما عنك إلى زوجك لكي تحفظ ماء وجهها أمام الناس، ولا أحد يجرؤ على أن يشهد ضد السيدة زليخة خشية أن تطاله شرارات غضبها فتزهق روحه ويصبح نسيا منسيا. لا تثر غضبي أكثر من هذا. أنا أبحث عن الدليل والشاهد لكي أعرف أيكما هو المذنب. يا عالي المقام، كنت في حجرتي أخلد للراحة فالتفت لأراه واقفا فوق رأسي. صرخت بأعلى صوتي فإذا به يلوذ بالفرار. استدعوا لي القائد رودامون. يوزر سيف يجب أن يعاقبها هنا. عندي من يشهد. أين هو؟ من هو الشاهد؟ استدعه ليحضر فورا. حتما سوف أستدعي شاهدا لا يعرفني ليكون لي نصيرا، ولا يعرف السيدة زليخة ليكون لها عدوا، ولن يتاح له أن يفقه لصالح من يشهد وعلى من يدعي. قل من هو. استدعي فورا ليحضر عندنا قبل أن أقتص منك. شاهدي هو هذا الطفل الذي تسمعون صوت بكائه الآن. هل تحاول أن تسخر مني؟ أقسم عليك بالإحسان الذي أحسنته إلي أن تبعث ليؤتى بالولد إلى هنا لكي يشهد. أن للطفل الرضيع أن يشهد لصالحك؟ هذا مستحيل. لا بأس بذلك. مقام بوتيفار. هذه ابنة عمتي سيتينيه وهذا طفلها. قل لهما أن يشهدا. كيسين اشهد بالحق. قل ما علمك إياه الله الأحد. هيا. قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وأن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كيف نطقت يا عزيزة أمك؟ أنت أردت أن تخدعيني بدموعك وبكثرة بكائك. حقا إن كيدكن يا معاشر النساء لعظيم وكبير. كيف سنتصرف إذا ذاع الخبر في كل مكان؟
ألم أمركم أن تتركوني بمفردي؟ غادر المكان! حتى بات هذا الأمر حديث المدينة برمتها. إنه فاكهة مجالس النساء، كلهن يقولن إن زليخة امرأة جامحة وخفيفة العرض. يا سخرية الأقدار، المشهورات بالرذيلة اللواتي ذاعت حكايات فسقهن في الأزقة والأحياء، بتن يدعين العفة ويرمين زليخة بخفة العقل. لكن حكايات فسقهن ليست حديث المجالس، فلا ريب أنه الناس يجملن وجوههن القبيحة بكثرة الحديث عن خبر زليخة. سوف أريهن ومعهن أهل المدينة حقيقة ما هن عليه، بحيث تطأطئن رؤوسهن خجلا من أنفسهن. لم أكن راغبة بقبول هذه الدعوة، لأن الحضور في مجلس زليخة بعد فضيحتها يجلب العار لصاحبه، لكن زوجي بديامون ألح علي لأحضر حفلها. أنا أيضا لم أكن راغبة، لكن فضولي دفعني للمجيء. يوزر سيف، ادخل علينا. إنه جميل جدا وحسن الوجه. لم أرى أجمل منه في حياتي. هذا هو الغلام الذي لمتنني لأنني راودته عن نفسه. كنت أصبو إليه، لكنه استعصم وصدني. أو لعله من سنخ الآلهة التي تتقمص أجساد الأدميين، أو ربما كان واحدا من آلهة النور التي نزلت من عليائها إلى الأرض كي تحث بني البشر على عبادتها. أقسم إن زليخة لا تلام على فعلتها. هذا العبد الكنعاني قد عصى أوامرك وأذاع ما كان من أمرنا في تلك الليلة. أي مكيدة تدبرين هذه المرة؟ يبدو لي أنك لا تعلم مبلغ فضيحتنا بين الناس. لقد أصبحت الألسنة تتناقل أن عزيز مصر ضبط زوجه مع بعض عبيدها، ولكنه كتم عليهما خيانتهما. لا هو سجن العبد ولا قيده بالحديد ولا حتى ضربه أو شتمه. هل تطلبين مني أن أزج برجل بريء في السجن؟ أولاً هو ليس بريئاً، فلقد أذاع السر. ثانياً جئت أحثك لكي تقدم على تدبير شكلي. أي تدبير مثلاً؟ لو أنك تدخله السجن، لا ريب أن حبس يوزر سيف
سيكم أفواه المغردين الذين يتناولوننا بألسنتهم. لقد رأينا أنا وبناروس حلمين عجيبين أمس، هل يمكنك تفسيرهما؟ لماذا حلمتما؟ صفا لي لأرى. رأيت دالية عليها 3 عناقيد من العنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياها. كان وجه الملك مخيفا. بئس ما رأيت، بئس ما رأيت. حسنا، وماذا رأيت أنت؟ أنا رأيت في النوم كأن سلة فيها الخبز والطعام، سلة فيها الخبز والطعام فوق رأسي، والطير تحط عليه وتنهش منه ثم تصعد. أجل، ثم تصعد. إن أخبرتكما بتأويل رؤياكما فهل ستقبلان به حتى وإن ساءكما؟ أنا أقبل. لا يمكن هذا، لا يمكن أن نقبل كل ما تقوله. واضح أنكما لازلتما مذبذبين في صحة ما أقول، ولا عتب عليكما. ومن أجل أن تثقا أني عالم بتعبير الرؤيا وتستيقنا أن ما أقوله حاصل لا محالة، سأقدم لكما أولاً علامة تكون دليلاً واضحاً، ثم بعد ذلك أخبركما بتأويل رؤياكما. أي علامة مثلاً؟ مثلاً، أتريدان أن أخبركما بنوع الطعام الذي سيقدمونه لنا اليوم؟ أخبرني يوزار سيف، هل أنت ضالع بالسحر والشعوذة؟ حاشا أن أكون قد كسبت علم التأويل عن طريق السحر والشعوذة. بسم الله الرحمن الرحيم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تريدون معرفة نوع الطعام؟ إن الطعام الذي سيقدم لكم اليوم هو سمك مشوي وخبز حنطة وبضع تمرات. يوزار سيف، نحن في سجن ولسنا في مضافة. السجناء لا يأملون بطعام كهذا حتى في أحلامهم. يوزار سيف، إن طعاما كهذا لا يأكله حتى الأشراف إلا في بيوت له، فما بالك بسجناء زاويرا.
لقد جاء الطعام، اصطفوا. ما هو طعام اليوم؟ إن أخبرتك فلن تصدقني. سمك مشوي وخبز حنطة وتمر طبعا. وما الذي أدراك؟ فلم يأتوا بالطعام إلا الساعة. هذا صحيح، تماما كما أنبأنا يوزرسيف، الطعام سمك. لا تستعجلوا، سوف ينال الجميع نصيبه. وما الذي أتى بهذا الطعام إلى السجن؟ جاءوا به بناء على طلب السيدة زليخة. لم يعد يمكننا بعد الآن أن لا نثق بتعبير يوزرسيف لرؤيانا. لن نشك أن ما تقوله سيحصل. يوزرسيف، لقد كنت معنا، كيف علمت بالطعام الذي تم إعداده؟ ذلك ما مما علمني ربي، إنما أعرفه فقد أوتيت علمه من عند خالقي وما أوتيته من عند نفسي. عن أي إله تتكلم أنت؟ وأي ملة تتبع؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هل أنت من أبناء إبراهيم؟ ذلك الذي يدعو إلى عبادة إله واحد؟ ومن قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. جناب يوزرسيف، لقد آمنا بما دعوتنا إليه، والآن عليك بتأويل رؤيانا. عليكما أولاً أن تعداني بأن تتقبلا تأويل رؤيكما ولو كانت في غير صالحكما. أنا أقبل. نحن لازلنا ثابتين على عهدنا. أنت بناروس، تأويل رؤياك هو أنك بعد 3 أيام ستعود إلى سيرتك الأولى، وسوف ترتفع مكانتك وتنال عزة لكونك ساقي الملك آمن حوته. أما أنت أبو بيس، فبعد 3 أيام ستصلب جزاء على ما فعلت، وستبقى معلقا على تلك الحال بينما تأكل الطير من رأسك. فليستعد السجينان أبو بيس وبيناروس لمغادرة السجن. سوف ندعو لك يا أبو بيس. لا تفقد الأمل، أنت السبب في إيماني يا يوزرسيف، وسأسعى أن أحافظ عليه. سوف تعود إلى أمن حوتب وستنال مكانتك ومقامك السابقين. لقد رآني أمن حوتب مرة واحدة وكان لقاء جيدا جدا. أذكرني عند سيدك وقل له إن يوزرسيف لا ذنب له، زجه في السجن ظلما. حتما حتما، فليطمئن قلبك. سأهيئ لك من أمرك مخرجا. وداعا 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 وداعا. ندعو لك جميعا. أرجوك لا تنسى يا أبو بيس. أرجو أن تغلق سلاما. مع السلامة. بأمان الله. بأمان الله. حاكم أمن حوتب سوف يعمد إلى إخراجك من السجن. ليت لو أن لنا أحدا نطلب منه العون. ماذا قلت؟ قلت إن أمن حوتب سوف يخلصك من السجن، هو يمتلك القدرة على ذلك. لكني أعرف من هو أقدر من أمن حوتب. لما لم أسأله هو؟
يحيى حاكم مصر الى ام الحوت الرابع. هؤلاء اعظم معبري الرؤيا في مصر. اطلب من جناب الحاكم ان يقص رؤياه عليهم ليرى بعينيه البراعة لدى معبري المعبد في تأويل الرؤيا. رأيت 7 بقرات سمان خرجت من النيل البراق ثم اخذت ترعى على شاطئ النهر، ثم رأيت أن النيل قد جف وخرجت من أرضه 7 بقرات عجاف، وهذه البقرات العجاف أكلت البقرات السمان. أكلت البقرات السمان؟ إن أذن لنا جناب الحاكم الموقر فإن المعبرين يودون التشاور فيما بينهم قليلا. أنا لا أمانع، فليتفكروا ويتدبروا ما بدا لهم. تبدو الرؤيا من ظاهرها أنها صادقة، هل يمكن لأحدكما أن يأتي بتأويلها؟ يمكن الجزم بسهولة أن رؤيا سنابل القمح على علاقة برؤيا البقرات. 7 بقرات سمان هي نفس السنابل الخضر الملأة، والبقرات العجاف هي عين السنابل اليابسات. لقد رأيت منامين متشابهين في ليلتين متواليتين. يمكنكم الآن أن تكفوا عن أباطيلكم وأقاويلكم الفارغة بأنها أضغاث أحلام ورؤيا كاذبة. أريد منكم تأويل رؤياي. إن كنتم عاجزين فاعترفوا لأقرر ما الذي سأفعله بكم. إن لم أحصل على تأويل رؤياي الليلة فسوف أزج بكم جميعا في السجن. سيدتي المعظمة، أتسمحين لي؟ ماذا؟ تريد أن تقول إنك تعرف السبيل إلى تعبير الرؤيا أمن حوتب؟ هو فعلا كذلك سيدتي. بيناروس، لا تتدخل في هذه الأمور، لا تقم بإثارة سخط الحاكم. حسنا، تعبير هذه الرؤيا غاية في الصعوبة. لقد عجزنا عن تعبيرها، أقصد أن تعبيرها محال. سيدي، أسألك أن تمهلنا الليلة.
سأعمد إلى أرواحكم وأنتزعها بنفسي. لقد ذهبتم بهيبة المعبد. المعبرون وكذلك سحرة معبد آمون يطلبون من جناب الحاكم أن يمهلهم ليلة واحدة. سيدتي، هل تسمحين لي بالكلام؟ ما الأمر؟ ماذا تقول مجددا؟ سيدتي، أنا أعرف سبيل حل هذه المشكلة، لكنني لا أجرؤ الآن على الكلام، فجناب الحاكم غاضب بشدة. وهل أنت عالم بتعبير الرؤى؟ كلا كلا، أنا أعرف معبرا قدير. بيناروس، الظرف حرج وخطير. إن كان قولك سخيفا فأنت المسؤول عن مصيرك. قل بيناروس، أنا أسمعك. أنا أعرف سبيل الخروج بحل لمشكلتكم. أنت تعرف من يتمكن من تفسير رؤيانا؟ نعم عالي المقام. أمر مخجل. اذهبوا وطموا أنفسكم في النيل. سحرة معبد آمون وأعظم المعبرين كمت أفواههم في حلها، بينما بيناروس الساقي يعمل في إيجاد الحل لمشكلتنا المستعصية. حسنا، من هو بيناروس؟ إنه عبد عبراني وهو الآن موجود في السجن. قلت إنه عبد عبراني في السجن؟ جناب الحاكم، عندما كنت أنا وأبوبيس داخل السجن رأى كل منا مناما. بيناروس، هل تعلم ما هي عاقبة من يسخر من الحاكم؟ كن مطمئنا يا سيدي الحاكم، كن مطمئنا. ولكن ما الذي يقوله بوتيفار؟ إنه يقول الصدق والحق. يوزرسيف، أما اسمه لدى العبريين فهو يوسف. اسم مألوف. أظن أنني اشتريت ولدا بهذا الاسم لبوتيفار منذ زمن بعيد. إلى سجن زويرة، تحرك. السلام على نبي الله. سلام الله عليك أيضا. ما الخبر بيناروس؟ لقد جئنا لاصطحابك إلى جناب الحاكم أمنحوتب. ما زال قلبي مثخنا بفعل سهام الكيد، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع الاتهامات الموجهة إلي. لكن الحاكم قد أمر بخروجك. الأفضل أن يقوم الحاكم برفع التهمة عني أولا، وإلا فإن الخائن لا يفترض أن يكون له مكان خارج السجن. وكيف يتم سحب التهمة عن يوزرسيف الحكيم؟ إن رجعت إلى سيدك فقل له أن يتحرى عن النسوة اللواتي قطعن أيديهن. رغم أن ربي وإلهي مطلع على المكيدة التي كدنها لي. لقد وقعت بينكن يا نساء مصر وبين يوزرسيف منذ سنين خلت أمور وأحداث أود أن أشرف على حقيقتها. ما الذي جرى بينكن وبين يوزرسيف عندما لقيتن؟ أجبنا. ما خطبكن؟ هل ابتلعتن ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن. والله لا علم لنا بصدور أي قبيح أو دنس من يوزرسيف. يوزرسيف مثال للطهارة والتقوى، ولم نرى منه أي ذنب قط. وهل يمكن لنا أن ننسب السوء والقبح إلى ملاك سماوي؟ أريد أن أعرف من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يوزرسيف فورا. ألم يصدر عن يوزرسيف أي خطأ؟ ألم يرتكب أي معصية؟ فلتجبني زليخة. في القضية التي جرت بينك وبين يوزرسيف، من كان المذنب؟ هل تعتبرين يوزرسيف مذنبا أم غير مذنب؟
الآن حصحص الحق وزال القناع، وقد تبينت الحقيقة التي بقيت مخفية لسنوات، ولا سبيل لي. أمام هذه الحقيقة الظاهرة إلا أن أقبل بمرارة الاعتراف. بلى، كنت مشغوفة بيوزرسيف الطاهر العفيف، وقد عزمت أن أتقرب منه وأنشئ معه علاقة تشوبها الخيانة، لكنه استعصم وتحفف وردني خائبة خالية الوفاض. تعترفين إذن أن المذنب هو أنت، أنت صاحبة المكيدة، ومع ذلك فقد أوديت بيوزرسيف البريء إلى السجن. أجل، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يوزرسيف، إنه بريء. جناب يوزرسيف، إن أحببت يمكنك أولا أن تستحم وتغير ملابسك، ثم بعد ذلك نتشرف بلقاء الملك أمنحوتب. حسنا جدا، فأنا أيضا لا أحبذ أن ألقاه على هذه الحالة. حسنا يوزرسيف، الدور لك. ما هو تعبيرك للرؤية؟ ليس تعبيرا يا عالي المقام، أنا سأنبئكم بتأويل رؤياكم. التأويل والتعبير، ما الفرق بينهما؟ أصل التعبير مبني على الحدس وظن المعبر، وتحققه ليس قطعيا. أما التأويل فمتجذر في الحقيقة الملكوتية للرؤية، وما أقوم بتأويله قطعي الحصول ومتحقق لا محالة، ولا سبيل للتبديل والتغيير فيه أبدا. أن لك كل هذه الثقة يوزرسيف، فأنت شديد الثقة بتأويلك. ذلك من عند الله ربي، ولا أقول شيئا من عند نفسي، بل ربي هو الذي آتاني علم التأويل. ما تقوله أنت ادعاء فارغ، والطريق طويل قبل أن تثبت حقيقته. ما تزعمه أنت وربك دونه حجب الترديد والإبهام. إن سمحتم لي من فضلكم فسوف أزيل حجاب الترديد هذا، وسوف أقوم بتبيان حقيقة الرؤية، وسوف أثبت لكم قدرة ربي. إن لم يكن مانع لدى جنابي الخماه فلنتعاون في تفسير هذه الرؤية. لقد قال معبركم للتو إن البقرة في أساطير مصر كانت تفسر على أنها سنة، أليس صحيحا؟ أجل، لا نشكك في هذا. هل توافقون معي أن منام البقرات ومنام السنابل متشابهان وحقيقتهما واحدة؟ يظهر أنها كذلك. أليست السنابل الخضر الملأ بالقمح علامة على وفور الحصاد، والسنابل الصفراء اليابسة علامة على القحط؟ لا يخطر ببالي تفسير آخر. والحال هذه، ألا يمكن لنا أن نقول في النتيجة إن مصر قادمة على 7 سنوات من وفرة المحصول، وسبع سنوات من القحط والجفاف والجوع؟ أحسنت يوزرسيف، هذا أفضل التفسير على الإطلاق وأقربها إلى منامي. ها
هذا تعبير صحيح ودقيق. أنا أجل وأحترم يوزر سيفش. رأيت جناب ألخمه؟ ألم أقول إن هؤلاء حفنة رجال مدعين لا نفع يرجى منهم؟ ويمكنهم أن يبنوا على تصوراتهم الواهية فيقولوا بالحدس والظن الذي لا يغني عنهم شيئا. يظهر هذا التأويل صحيحا. أما التعبير الذي لا يكون مطابقا للواقع فيجب أن يوضع موضع التشكيك. هل سمعتم يوما عنا النيل المقدس قد تخلف عن ري أرض مصر وعن سقيها أيضا؟ هذا التعبير يتناسب مع أرض السواد إلى الجنوب من مصر، ولا يتناسب مع أرض طالما تغنت بامتلاكها للنيل. لكننا سمعنا من أسلافنا أن النيل قد جف وانحسرت مياهه عدة مرات سابقا، إلى حد أن الطيور لم تعد تجد ما تروي به ظمأها. سيدي الحاكم، إن سلمنا جدلا أن تعبير يوزر سيف للرؤيا ليس صحيحا، إلا أن العقل يحكم أنه يجب إيجاد حل للحؤول دون وقوع هذا المكروه. بهذا التعبير يتبين أن خطرا عظيما يتهدد مصر في المستقبل القريب. ما سبيل النجاة؟ طريق الحل سيكون في استغلال سنوات الوفرة السبع في الزراعة وادخار الفائض لسنوات القحط والجفاف، فينجو الناس من الكارثة. أحسنت يا يوزر سيف الحكيم، اقتراحك للحل صحيح ومثالي كتعبيرك. تقصدون أن 14 سنة من عمر المملكة سوف تكون مرهونة برؤية؟ وهل تقترحون حلا أفضل من هذا؟ إن افترضتم أن هذا الخطر محتمل، أفلا ينبغي أن نبذل جهدنا لتدارك هذا الاحتمال؟ بلى، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن 14 سنة من عمر المملكة أكثر قيمة من أن تهدر في سبيل رؤية، وأن يتم صرف رأس مال الدولة في التحضير لمواجهة خطر واهٍ قد لا يتحقق. العقل يحكم أن نأخذ بالاحتياط ونعمل به. لعل الاحتمال يتحقق. عندها إن لم نكن قد تداركنا الأمور، فماذا عسنا نفعل بالقحط؟ إنها لسعادة عظيمة أن نكون مطلعين على ما هو آتٍ. الآن وقد عرفنا الحل، يمكننا أن ندفع هذا الخطر العظيم. نحن شاكرون جدا يوزر سيف، لقد أنذرنا من الخطر الداهم. نحن شاكرون أيضا لرب يوزر سيف، والسبب هو أنه يرأف باتباع الآلهة الأخرى. لقد سمعتم جميعا قضية عفة يوزر سيف واجتنابه الخطيئة، وشاهدتم أيضا حكمة ودراية يوزر سيف وإدراكه وفهمه، وقد رأيتم أنه آخذ بمجامع علم التأويل. منذ اليوم سيكون أمينا لدينا بناء على ما رآه جناب يوزر سيف في تفسير منامي، فإننا على أبواب قحط عظيم، وعلينا أن نجد مخرجا من هذا المأزق. يجب إيكال إدارة الأمور إلى شخص يكون مديرا ومدبرا، إضافة حضرة جناب الحاكم، أوكل إلي هذه الوظيفة واجعلني أمينا على خزانتي وأمور زراعتي في بلاد مصر لو سمحت. فكما يمكن لي أن أحافظ على غلة الناس وأماناتهم، يمكنني أيضا الخروج بتدابير وسياسات مناسبة في إدارة المملكة جناب الحاكم. نعم، ومن سيكون أفضل منك؟ أنا واثق أن باستطاعتك تولي هذا الأمر. أجعلك من اليوم على رأس خزانة الزراعة لإدارة أمور الزراعة في مصر. أمن حوطب الرابع، حاكم مصر العظيم، أعين يوزر سيف الحكيم الآخذ بمجامع علم تأويل الرؤيا، أجعله كبير المستشارين ورئيسا لأمور الزراعة.
وكذلك سوف يحظى اليوم أيضا بشرف ارتقائه أعلى مقام في مصر، وأقصد بالتحديد المقام الذهبي. هذا أول غيث نبوءة يوزرسيف، لم أشك أبدا في حدوث ذلك. هذا المطر يعني أن السنوات السبع من الوفر قد بدأت. أليس هذا عجيبا؟ فهو يعلم بكل شيء. النيل آخذ في الجفاف يوما بعد يوم. يعني هل يمكن أن يجف النيل المقدس ذات يوم؟ ستون كيلا، التالي. يحيى عزيز مصر. يحيى يوزرسيف. تحية الله عليكم. يحيى عزيز مصر. توقفوا. عليكم بتدوين أسمائكم أولا.
نحن عشرة إخوة. أنا أدعى لاوي. أنتم عشرة إخوة إذن، وفيما قدومكم إلى طيبة؟ ولماذا يأتي الآخرون إلى هنا؟ وقد منعناهم ريثما نستأذنك. كنعان، عشرة إخوة، ألم تسألوهم أسماءهم؟ بلى عالي المقام، كتبت أسماءهم هنا. هل هؤلاء هم بنو إسرائيل؟ ما الأمر يا نبي الله؟ هل وقع مكروه ما؟ ما الذي كتب في تلك الورقة؟ لا شيء سوى أسماء عشرة أجانب. مالك، خذهم إلى قصر أخناتون بكل عزة واحترام. أقسم عليكم إلا أخبرتموني ما الأمر، لماذا لا تتكلمون؟ لقد شاء القدر أخيرا أن يأتي إخوتي إلى مصر. لقد جاءوا إلى هنا لكي يشهدوا تحقق وعد الله. أخبروني عن أنفسكم، من تكونون؟ نحن جميعا من أبناء نبي الله يعقوب، من أحفاد إسحاق، ومن ذرية إبراهيم. أنا أدعى لاوي. اسمي هو يهودا. وأنا أدعى يساكر. اسمي هو عشير. وأنا أدعى شمعون. وأنا جاد. وأنا أكون روبين. وأنا أدعى نفتالي. دان. زبولون. ما شغلكم؟ ماذا تفعلون في مصر؟ نرعى الأغنام غالبا، والزراعة بحدود الحاجة. لقد حل القحط بكنعان منذ سنتين. قدمنا مصر طلبا للحنطة. خلف كل واحد منا أهل وبنون يرعاهم ويطعمهم. نرجو ألا يحرمنا عزيز مصر من رعايته ومساعدته. أخبروني، كم أخاً أنتم؟ 11 أخاً، آخرنا بنيامين الذي بقي عند أبينا. بنيامين؟ لما لم تأتوا به أيضاً؟ أقصد أنكم لو عمدتم إليه وإلى أبيكم واصطحبتموهما لازددتم حصتين من القمح. لم نتمكن، لا، لم يكن ممكناً اصطحابهما معنا. أبونا رجل ضرير. أخبروني، هل أحببتم أخاكم الذي أكله الذئب؟ فإن جئتم بأخيكم الأصغر بنيامين إلى مصر فسينالوا سهما من الحنطة، وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. كيلوا لهؤلاء حنطتهم كاملة واقبضوا منهم، اقبضوا ثمنها كسائر الناس. لا تنسوا شرطنا في سفركم القادم، يمكنكم الرحيل.
هذا؟ من أين أتيت بالنقود؟ وجدتها داخل حمولة القمح. القمح؟ ما أدرانا بقدر تلك النقود التي دفعناها لأهل مصر مقابل الحنطة. بل هي نقودنا نفسها، ألم تتعرف إلى الكيس؟ بلى بلى، هو نفس كيسنا. لعل عزيز مصر قد أعطانا الحنطة مجانا، وما أدراك أنه ليس خطأ. لا شك في أن هذا الأمر تم عن عمد. وما أدراك أنهم ليسوا يمتحنوننا. إياكم أن تكونوا قد غششتم القوم فاستوفيتم الحنطة من غيرهم. أنت لم تعلمنا أن نأكل الحرام يا أبتي. ثق بنا يا أبتي، فالأمر ليس كما تظن. لا علم لنا بشأن النقود أبدا. هذا معناه أن عزيز مصر أراد أن يغريكم ويضمن عودتكم إلى مصر مرة أخرى. لا ندري. عفيت أيها الحارس. شكرا لك جناب الوزير. هل تذكر الإخوة الكنعانيين العشرة؟ أجل أذكرهم، أولئك الذين كنتم سابقا باستضافتهم. عليك بإحضارهم إلي ما إن رأيتهم. أخبرهم أن عزيز مصر يحتاجهم في أمر هام. أمرك عالي المقام. لم يبق شيء من القمح. ترينني مقصرا. لم يبق شيء من القمح. إن لم نشتري القمح فينبغي أن نتهيأ للمصيبة الآتية. السلام على نبي الله. سلام الله على نبي الله. السلام على نبي الله. السلام عليكم. لماذا لا تتحركون؟ هل تنتظرون حتى يبيد القحط أولادكم الواحدة تلو الآخر قبل أن تبادروا؟ لا وجود للحنطة الآن إلا في مصر، وهم لن يكيلوا لنا أبدا يا أبي. يعني أن عزيز مصر لن يكيل لنا إلا بوجود بنيامين. إذن يتوجب علي أن أختار إما بنيامين وإما أحفادي وأولادي. لا وجود للخطر على بنيامين يا أبي، كن مطمئنا. يوسف أيضا لم يكن يتهدده أي خطر. نحن نعاهدك أبي، نعاهدك أن نحافظ على بنيامين ونحميه. هل تحفظونه كما حفظتم يوسف قبلا؟ ولكن إن لم يصحبنا بنيامين يا أبتي فلن يكيلوا لنا القمح أبدا، بل إن دخولنا إلى مصر سيكون مخاطرة. لو لم يكن القحط فأي ذريعة ستقدمون لاصطحاب بنيامين معكم؟ ليس هكذا. تعالوا واركعوا في محضر الله تعالى، وارفعوا أيديكم إلى السماء. أخبرني ما الذي فعلتماه أنت وأخوك حتى نلتما هذه المحبة من أبينا. أبونا لا عجب من أمره، أما عزيز مصر فكيف أحبني؟ اجلسوا. أريد منكم الآن أن تجلسوا بنحو يتقابل فيه الإخوة من الأم الواحدة. أنت لماذا بقيت وحيدا؟ لماذا لا تجلس؟ لم أجلس لأن لا أخ لي من أمي، فقد أمرتم أن يجلس أبناء كل أم متقابلين. إن شئت يمكن لك الجلوس بقرب هنا.
هذا كله من تواضعي عزيز مصر ومرؤته، وإلا فما لي وللجلوس مع العظماء أمثالك. لا بأس عليك، فأنا لا أحب الجلوس إلى المائدة لوحدي. أترى أي عز قد خص الله به أخانا بنيامين؟ أصبح جليسا للعزيز ولما ينفض غبار السفر. كان لأخي يوسف خال في ظاهر يده تماما كالذي لك. ما زلت أذكر ذلك جيدا رغم أنني كنت طفلا. ألن تتعرف إليه إن رأيته؟ أنا لا أعلم، عساني. تعني أنه قد يكون حياً الآن؟ فإن أنا أخبرتك عن حالي فهل أنت مصدقي؟ أجل بالطبع، ومن تراه يكون أصدق منك؟ أتتعهد لي إن أنا أريتك يوسف ألا تحدث إخوتك بشأنه لزمان معلوم ولا تدلهم عليه؟ نعم، لك عهدي. أقسم أني سأكتفي بالنظر إليه، فلا أحدث بشأنه ولا أدل عليه. قل لي أين هو أخي؟ أقسم عليك بكل مقدس أنت عابده، إلا ما أريتني يوسف الآن أرجوك أن تفعل. اهدأ اهدأ، لا يمكن لي أن أريك يوسف والحال هذه، فأنت ستفقد عنان نفسك وتخبر الجميع. هل تبسمت لئلا يلتفت إلينا إخوتك ويشك بأمرنا؟ هل ترى كيف أنني تمالكت نفسي؟ أرجوك أخبرني أين يوسف؟ يوسف هنا، أحد النفر الموجودين هنا يكون يوسف. يوسف،
توقفوا. إنكم لسارقون. ثمة سارق بين أفراد قافلتكم، جناب أخناتون قد أهداه إلى عزيز مصر. من كان منكم قد أخذ الصواع فليعمد إلى إرجاعه فورا، وله علينا حمل بعير من الحنطة. أنا أضمن له هذا الجزاء. نحل عليهم مكرمين ونرحل عنهم سارقين. يا لها من معضلة. ماذا يدور بخلدكم وما الذي تضمرونه لنا؟ لا أدري. نحن لا نتهم أحدا عبثة. ماذا لو عثرنا على الصواع في بعض متاعكم؟ فما جزاؤه من وجد في رحله؟ لا علم لنا بشريعة أهل مصر. أنتم تحظون بالمنزلة عند العزيز، لذا سنلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. نحن الكنعانيين متى ما قبضنا على سارق مالنا جعلناه عبدا لنا لحولين. حسنا، فلنباشر البحث. ما بالهم يهرقون الحنطة؟ يرموننا بالسرقة؟ يتهموننا نحن؟ وجدوها في رحله مع بضاعته. هذا هو جزاء الإحسان؟ ليس غريبا أن يكون بنيامين قد سرق، فقد سرق أخ له من قبل. كان قد سرق حزام جدنا إسحاق من عمتنا. أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفونه من السوء وتنسبونه إلى أخيكم. طبق قانون الكنعانيين وديانتهم، فإن السارق لابد من أن يصبح عبدا. هذا القول كان قولكم أنتم، أليس كذلك؟ لدى عزيزي مصر عدد كبير من العبيد، فهلا تفضلتم علينا وخليتم سبيل بنيامين؟ إن لم نقتص من المذنب فلا جرم أنه سيكرر فعلته. يا أيها العزيز، إن لأخينا بنيامين أبا شيخا كبيرا لا يقوى على احتمال فراقه أبدا، فهل لا أدخلتم السرور على قلب هذا العجوز المنهك؟ ينبغي على أخيكم أن ينال عقابه. يمكنني فقط أن أمرهم فلا يعذبوه ولا يجلدوه. هل لا أخذتم واحدا منا مكانه إذن؟ خذوني أنا ودعوه سيدي. أعوذ بالله، أنا إنما وجدت متاعي عند بنيامين، فهل تطلبون مني أن أعاقب غيره؟
أي مصيبة أنزلتموها بي هذه المرة؟ أين أخوكما بنيامين ولاه؟ لا تقلق يا أبي، لم يقع أي مكروه، صدقني لا بأس عليهما، بنيامين ولاوي كلاهما حيان سالمان. إذا كانا سالمين لماذا لا أراهما معكم؟ لأن بنيامين أصبح عبدا لدى عزيز مصر، لأن ابنك قد سرق فما كان من عزيز مصر إلا أن أبقاه عنده هناك بين عبيده. كان بنيامين أخاكم وتوسلتم كي أرسله معكم، أما وقد اتهم بالسرقة فقد صار ابني. الويل، الويل لكم من أنجاس قذرين يقذفون أخاهم بالسرقة. اهدأ يا أبتي، نحن نقود الحق، ما عليك إلا أن تسأل القافلة التي أقبلنا معها، لقد وجدوا صواع الملك في رحل بنيامين. نحن لولا أن رأينا ذلك بأم العين ما كنا مصدقين، ولكن للأسف. لا لا، معذرون إن جهلتموه، أما إخوته فيعرفون أن بنيامين ليس لصا. أنا ربيت بنيامين بنفسي، لا يمكن أن يكون سارقا أبدا. ماذا فعلتم بلاوي؟ وكيف خلفتموه وراءكم؟ لقد استحى لاوي أن يعود إلى هنا، قال إنه لن يرجع إلى كنعان من غير بنيامين. لم يرى بدا من البقاء في مصر. هذا الكلام صنيعة أذهانكم المريضة، لقد سولت لكم أنفسكم أن تقولوا مثل هذا القول. أعرف أن كل ما ترمون به أخاكم بنيامين يجافي الحقيقة. الله أعلم بحقيقة الأمر يا أبتي، ولكن في الظاهر ومما رأيناه إن صواع عزيز مصر قد تم إخراجه من رحل بنيامين يا أبتي. لقد أصررتم على اصطحاب بنيامين معكم لكي تكتالوا الحنطة، أعطيتموني عهدا أمام الله، هل هكذا يكون الوفاء بالميثاق؟ إلى من ألوذ هربا منكم يا أبنائي؟ وحسرتاه على يوسف ابني، وحسرتاه على ولدي بنيامين ولاوي. يا أحبائي، كيف لكم أن تخلفوا أباكم الشيخ وحيدا؟ كيف لي الآن أن أصبر على ألم فراقكم وبعدكم؟ ألا ترون كيف أن صدري ينقبض كلما عاينت غيبتكم؟ ماذا تريدين؟ لقد جئتك بالطعام يا أبتي. لا رغبة بي للطعام، ارجعي. لن أبرح هذا المكان حتى تفتح الباب. لا أريده يا ابنتي، لست جائعا. أرجوك افتح. ماذا حل بعينيك؟ ما الذي فعلته بنفسك؟ لقد ابيضت عيناك يا أبي. تفضل يا جد، تفضل واجلس هنا. ما هذا البلاء الذي أنزلته بنفسك أبي؟ أقسم عليك بالله إلا ما رحمت نفسك، لماذا تجلب الشقاء على نفسك؟ بسم الله الذي أفاض نعمته على أهل مصر وذب عنهم الجوع والفقر. إنما دعوتكم اليوم لتجتمعوا هنا كي أعتق رقابكم من قيد يوسف وأيضا من قيد حكومة مصر، فإن قوما رضوا بأن يكونوا عبيدا لله الواحد لا ينبغي لهم أبدا أن يكونوا عبيدا ولا عبادا لأي سلطة أو حكومة. إلا لأن أقوم بفك رقاب العبيد والمستضعفين وأستعبد أصحاب العبيد والذين ظلموا.
تفضل اجلس يا أبي. اقعدوا. هل حضر جميع اخوتك؟ هاتوا الي الان دواتا وبضعة قراطيس. اشعر ان ثمة سرا كامنا وراء ما اقدم عليه عزيز مصر، اما انه مطلع على امر يوسف، او انه قادر على ان يعينكم في البحث عن اخيكم. اذهبوا وتحسسوا من امر اخيكم يوسف عند عزيز مصر، او عند من تظنون انه عالم بامره. ثمة ما يجري في مصر يا احبائي. ارفعوا رؤوسكم. قولوا ماذا تريدون. رغم أننا وجلون من جريرة أخينا، إلا أن سخاء نفس عزيز مصر قد دفعنا إلى أن نمد يد الحاجة والطلب إليه مجددا. ما زال القحط يحصد في أرض كنعان. لا نملك مالا لشراء الحنطة، ولم نعد نملك بضاعة لنبادل بها القمح، وجئنا ببضاعة مزجات. وجدنا مقدارا من الجلود والصوف والخيوط، ونعلم أنها لا تساوي شيئاً. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق. ألم أخبركم أن بنيامين بخير؟ إنه لا يشبه العبيد في أي شيء. رسالة أبينا. لقد سطر أبونا الضرير هذه الرسالة بدموع عينيه إلى عزيز مصر، فإن أذنتم قدمناها لكم. رودامون، من عبد الله يعقوب إلى عزيز مصر يزرسيف. إن الله سبحانه وتعالى لطالما ابتلى رسله وأنبياءه وذراريهم، وامتحننا بألوان المصائب والشدائد. ابتلى جدي إبراهيم بنار سعرها له النمرود، وساق عمي إسماعيل إلى المذبح موحيا إلى أبيه أن يقدمه قربانا. أما أنا فقد ابتلاني بفراق ولد هو قرة عيني وفلذة كبدي. ذات يوم سحبوه إلى الصحراء، ثم رجعوا ومعهم قميصه الملطخ بالدم. وكان لي ولد آخر هو أخو يوسف لأمي، وقد علمت من الناس أنك استرقيته بجرم السرقة، فلا يخالجنك الشك إن فراق ولدي يوسف وبنيامين أن تفك قيد ولدي بنيامين فتخلصه بذلك من فجيعة الفراق. حينها سأذكرك بكل خير في دعائي وصلواتي. أما إذا أبيت علي ذلك ولم تترحم على ذلك الشيخ، فلا أصرخن من أعماق قلب كوته نيران الفراق، بحيث تحيل ألسنتها ملكك وسبعة أجيال من ذراريك إلى رماد فلا يكون لك قبل بدفعها ومواجهتها. عبد الله يعقوب. ماذا فعلتم بيوسف؟ أتعرفون أي عذاب قساه أبوكم نبي الله؟ نحن لم نرتكب أي ذنب فيما يخص أبانا وأخانا. ولكن هل عرفتموه؟ إنه نفس الصواع الذي تم إخراجه من رحل بنيامين. هذا الصواع يحدثني أحياناً.
يقول الصواع إن يوسف ضربه إخوته وبالغوا في شتمه وأنزلوا به الجراحات. يقول الصواع إنكم قررتم أن تقتلوه، لكن لاوي حال دون ذلك، فألقيتموه في غياهب الجب، ورأيتم أن تزعموا لأبيكم أن يوسف أكله الذئب. لقد بعتم أخاكم يوسف إلى السيارة التي كانت أخرجته من الجب ب18 درهما. لقد بعتم أخاكم عبدا ذليلا، قامت السيارة بوضع الأغلال في يديه. النبي يوسف هو زوجي الآن، ومنسى وأفراهيم هما ولدانا. ويوسف الآن عزيز مصر. أجل، أنا هو يوسف، وهذا أخي بنيامين. من يتقي ويصبر. بينا قد ورث من أبيه جبة الولاية وحزام النبوة. نعم، أنا هو أخوكم ذاك. أترى كيف نطأطئ رؤوسنا خجلا؟ والآن ما الذي ستفعله بنا؟ وما الذي قد يفعله الأخ بأخيه سوى العفو والتحنن؟ نحن كنا إخوانك، فلما فعلنا ما فعلناه بك يا يوسف؟ أما أنا فقد نسيت الماضي، عفوت عنكم هناك في قعر الجب. لكنني لا أريد أن يعفى عني. نحن قد ظلمناك حقك يا يوسف، فلا تفعل أنت ذلك، فعفوك هذا يقتلني يا أخي. فإن لم تعمد إلي فتعاقبني على كل تلك الخطايا، فإني أخشى أن أقوم بقتل نفسي. سأرمي نفسي في التهلكة. فهل لا قمت بتأديبي؟ هل لا قمت بمعاقبتي يا أخي؟ أنا كنت شاهدا على ما فعله بك إخوتي ولم أحرك ساكنا. أنا كتمت شهادتي لسنوات ولم أحدث أبي بما جرى. مر الجلادين فليفصلوا رأسي، مرهم بأن يجلدوني بالصوت كي أكفر عن ذنوبي، فيخرج الوحش الكاسر من كياني. هذا الحياء يقتلني، هذا الحياء. هل هدأت لاوي؟ اهدأ يا أخي، لقد التقيت بكم حتى الآن عدة مرات، عزمت مرارا أن أضمكم إلى صدري، أن أضمكم لكي أسكن روع ألم الفراق القديم، ولم أوفق. لم يكن مأذونا لي. أنا أحبكم جميعا يا إخوتي من صميم قلبي، وكنت أعد الساعات رجاء أن أحظى بهذا اللقاء. إن عودة البصر إلى عيني أبي مرهونة بهذا القميص. جد السير لتوصله سريعا إلى يعقوب النبي. في حفظ الله. إلى عجب أن رميتموني بالجنون، لكني أشم ريح ولدي يوسف. ولكن كفاك يا أبي، أين أنت من يوسف؟ أنت مخطئ،
فنحن لا نشتم أي رائحة. إني لا أشم ريح يوسف. هل جلبتم يوسف معك؟ لقد جئتكم بقميص يوسف يا أبي. هذا ينبغي أن يكون بحوزة يوسف. من أين جئت بالقميص يا لاوي؟ يوسف هو الذي أعطاني القميص يا أبي. يوسف؟ يوسف؟ ماذا قلت بني؟ حقا ما تقول؟ ما الذي أصاب يوسف؟ يوسف لم يصبه شيء يا أبي، بل إننا وجدنا يوسف. أخي يوسف هو نفسه عزيز مصر. عزيز مصر هو يوسف ضالتنا. أبي ماذا أصابك يا أبي؟ أبي بالله عليك هل هدأت؟ أنا بخير يا نبي الله. ماذا دهاك؟ أنا بخير. تموني حاملين قميصا من غير أن يكون معكم. الويل، لم أستطع. إلهي يا إلهي. وماذا يعزب عن العشق؟ مبارك لك يا يعقوب. أبي، أبي، لقد زال البياض من عينيك. أنا أراكم جميعا. هل تبصر يا أبي؟ أجل يا أولادي، الحمد لله. لقد عدت بصيرا بفضل الله ربي وقميصي ولدي يوسف. يا الله. ألست مسرورا؟ بلى، لكن ذكريات الماضي المرير تنغص علي فرحتي. هل أبي حزين؟ هذا مؤكد، خصوصا أنه الآن قد أصبح على علم بقبح الذنب الذي ارتكبه أولاده. يوسف قد عفا عنا، فإن أنت تكرمت علينا وعفوت عنا فلا شك أن الله أيضا سيعفو عنا ويصفح. لقد أذيتموني وفجعتموني قرابة 40 عاما، والآن تتوقعون مني أن أصفح عنكم بلقلقة لسان؟ اذهبوا اذهبوا، لن أصفح عنكم إلا أن تكووا برهة من الزمن بنار خطيئتكم. تعني أنك لن تعفو عنهم؟ هؤلاء الجهلاء لا يقدرون نعمة العفو الذي يمنح به. اللهم قد أذنب أبنائي، لقد غرهم الشيطان. أنا تجاوزت عن حقي عليهم، أسألك أن تتجاوز عنهم. أنت ترى يا إلهي كيف أنهم يجهدون للتعويض عما سلف من معاصيهم، فاقبل توبتهم إليك وتضرعهم بساحتك. ولو أن العهد طال بهم حتى عادوا إلي، إنهم نادمون ومحزنون، ولو أنهم أبطأوا في التوبة يا رب. إنهم يطمعون في أن ينالهم شيء من بحر عفوك وكرمك. اللهم تجاوز عنهم. Mm.
توقفوا! السلام على يعقوب النبي، والد مخلص مصر ورازقها وعزيزها، يزر سيف الجليل. يزر سيف؟ يقصدون يوسف. سلام الله عليكم جميعا. هذا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. يوسف، يوسف بناي. يوسف ولدي. يوسف حبيبي، يوسف ابني، يوسف. Thank you.
السلام على نبي الله. أنا بصفة حاكم مصر أرحب بقدوم يعقوب النبي إلى أرضنا هذه، وأرى في قدومه هذا سببا للخير وجلبا للنعمة على أرضنا وأهلنا. هل ترين يا ليلى ما أجمله وما أبهاه؟ أجل، فيوسف ابننا أضحى مشرقا مثل الشمس ومنيرا مثل القمر. لا يا عزيز أبيك، ليس لك أن تقبل يدي، فأنت لك الولاية على أبيك. حق علي أنا أن أقبل يدك يا ولي الله. هذا يوسف ولدي، لقد رجع أخوكم يوسف، يوسف الذي غاب عنا سنوات طوال، ذاك الذي احترق فؤادي في فراقه أعواما وأعوام. لقد عاد إلي يوسف الذي ضاع مني، لقد عاد إلي يوسف. يا أحبائي، تعالوا لنحمد الله تعالى ولنسجد له سبحانه شكرا على جمع شملنا بيوسف بقرة أعيننا. كنت مستغرقا في مشاهدة النجوم والشمس والقمر فأيقظتني. إن الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك هي راكعة أمامك الآن، وكذلك سيسجد بين يديك ذات يوم القمر ومعه 11 كوكبا. ذات يوم سيكون لك شأن عظيم، وستنال مقاما رفيعا عند الله وملكا عظيما عند الناس.